السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معاكم كيكات فرضيين او ميني كيك، كيجي مهوي اسفنجي وطالع وكيوجدوه بسرعة. الى عجبتكم وصفة اليوم حطوا لايك واشتركوا في القناة. الله يحفظكم، الله يجازيكم بالخير، وشكرا لكم، شكرا بزاف. بسم الله. عندي 3 البيضات بحرارة المطبخ، حجم متوسط، كان حجم كبير، جوج كافيين، شويه د الملحه، ساشي فاني سكر فاني، كاس المارب سكر حبيبات، سكر سنيده. غادي نخلط المكونات مزيان حتى تذوب سنيده. من بعد غنزيد كاس المارب ديال الزيت، نزيد كاس ديال الحليب، غادي ندير كاس الاول ديال الدقيق، نزيد الكاس الثاني، جوج كيسان ديال الدقيق مع جوج اكياس ديال خميرة الحلوى، نزيد نص كاس ديال الدقيق، بالمجموع جوج كيسان ونص ديال الدقيق، غادي نزيد شكلاط فيرميسيل، الفيرميسيل كيعطيها واحد الشكل رائع. عندي هنا هاد القواليب دهنتهم بالزبده، درت لهم الدقيق باش ما يلصقوش. دابا غادي نفرغ فيهم الخليط، ما نعمروهمش بزاف، نخليو لهم المساحه فين غادي يطلعوا. درت الخليط في القوالب، غادي نشعل الفران على عافيه مهيله بحال كي كنطيبوا الكيك، تيطيبوا ان شاء الله وانا معكم. ها لي الكيك ديالي من بعد ما خرجتهم من الفران، كيجيو على هذا الشكل، كيجيو رطبين. تحيدو بسهولة. دابا غادي نردهم على جنب يبردو، وغادي ندوز نصوب معاكم الكريمة. عندي نص سيترو ديال الحليب، نزيد معاه 3 ديال المعالق ديال السكر، سكر حبيبات، نزيد معاه جوج معالق ديال الكاكاو، كاكاو المر، جوج معالق كبار، جوج معالق ديال النشا، ونخلط هاد المكونات على البارد. دابا غادي نديرو على النار حتى يعقد ليا الخليط. من بعد ما عقدات الكريمه لهذا الشكل، واحد 9 ديال القطع ديال الشكلاط، شكلاط مربعات، غادي نطفي عليها، نزيد معاها الزبده، معلقه كبيره ديال الزبده، وغادي نخلط مزيان. دابا غادي نفرغ الكريمة ديالي على لي كيك، عندي هنا شكلاط ابيض للتزيين، الشكل النهائي ديال لي كيك ديالي كيجيو على هذا الشكل، كيجيو رائعين، خفاف وهشاش.
تبارك الله، كيجيو رائعين. شوفوا معايا وحيدة كي جات من الداخل، خطير. شوفوا تبارك الله، إلا عجبتكم الوصفة ديال اليوم حطوا لايك واشتركوا معايا في القناة. الله يحفظكم، الله يجازيكم بالخير، وشكرا لكم، شكرا بزاف.